مبارك سعيد للجميع. الله يتقبل يا رب صالح الاعمال ديال جميع المسلمين. اليوم كيف ما كتعيشوا معنا اجواء العيد، واحد الفرحه صراحه، واحد الشعور واخا نوصف لكم ما غاديش نقدر اننا نوصفوه. اليوم كيتزامننا مع واحد الحدث اللي غادي يغادرنا الامام والخطيب ديال المسجد الحسن الاول بمنطقه بن سرقاو. صراحه خلى واحد البصمه كبيره في نفوس الساكنه ديال المنطقه. بالنسبه للافطار ديال صباح ديال العيد كيكون فيه يعني اي حاجه اللي كتكون في المائده المغربيه، الرز مفور مع البيض مع الفاكهه، التمر، الحليب، اتاي، القهوه. كنحاولوا مثلا الناس اللي كاينين بعاد على الاهل ديالهم معيدين هنايا لظروف العمل يعني بقاو هنايا كيجيو ما كيحسش بداك القنط، كيجيو كيحتفلوا معنا كيعيشوا معنا الاجواء ديال العيد. وكنعاود نقول لكم تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله باش ما كتمنوا.